بعد ما خلصت ده بيز تبدأ بقى تختار التمبلت. لا انت ما تطلع بقى. طيب تختار التمبلت اللي هو الشكل اللي هتقوم عليه. حضراتكم ناويين تبنوا سيستم، احنا اتفقنا ديسك توب وويب، هتبداوا الاول بايه؟ مصطفى كان بيقول عايز يبدا ديسك توب. اللي انتوا عايزينه. طب سؤال يا باشمهندس معلش، هو الاو بي بتاعهم هو بتاعنا ولا ايه؟ الاو بي لا لا هم سي شارب. انت شارب كوكتيل الكرسي ده بقى زريبه، كل اللي بيحبوا يتهب بقى مين؟ فؤاد تحت يقول الكرسي ده انا ما اعرفش بقى تعيين. اندرويد جاي بتوع ويب ناس جايه. انت عارف استنى بقى الفيديو بس بقى نبدا اللي يعجبكم. مصطفى هيقولكم لا والله هو مصطفى مش فاهم. انا قلت بس هو كان بيقول لك انت عايز ابدا ديسك توب عشان اخلص شغل انا ديسك توب. قلت له ليه يعني؟ بالعكس انا شايفه انه يعمل ويب احسن. هو اتضايق من الويب في حاجه التحميل. ما على فكره بس هو لما يكون على اوف لاين مش هيحس بالتحميل. بالظبط سبب صحيح. ايوه صحيح. انا عامل عندي في الجامعه كده ولا في تحميل ولا نيل. لما يكون نت هو اللي فعلا بيبقى بيظبط الشبكه. لا 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 خلينا بس تشيك ايه الشبكه الداخليه بس تشيك مش كويسه ماشي بتبقى حاجات تافهه. سويتش ب 150 جنيه ب 200 جنيه مكانه كويس. بص لا مكانه كويس. الخطوه الثانيه بقى التصميم بقى. يختار التمبلت بقى. التمبلت عشان تخش على الانترنت وتعمل ايه؟ تمبلت اه طبعا تمام ريسبونسيف برضو. ريسبونسيف اللي هو ينفع ايه؟ يشتغل على اي بلاتفورم وبرضو بوت ستراب بس ادمن. ادمن ايه؟ اللي انت كنت بتعمله على ويب. بص بقى الشكل. بص الاشكال بقى. اشكال سيستماتيك. شايف؟ بص على ايدي كده هتلاقي كل الدنيا ماشيه كده. بص كده بار ومنيو واللي في النص اللي بيتغير. بص هو ده السيستم. بص هيبان قوي في الحته دي. استنى في اللي جاي تحت. استنى اهو اهو شايفه اهو. انزل تحت كمان هي الشبكه بس اللي بنت 60 في 70 اهي. بص يا استاذ احمد اهي. استنى شايف البار اللي على الشمال ده؟ هو ده اللي فيه كل العمليات بتاعتك وكل الشاشات تدوس ومتقسمه ادارات مثلا. ايه بار في تمبلت نازله فيها بار. بص حضرتك انجز بقى دي السودة دي. بص تاني شايف البار اللي فوق ده اهو والبار اللي فيه ايه؟ الشخص اللي داخل ولو نوتيفيكيشن مبعوته ورسايل اهو. البار ده ده برضه بره اللي فوق ده اهو. ده شكل. شايف شكل التمبلت يا استاذ علاء؟ الدنيا مختلفة. التاني كان ايه بقى؟ سلايدر وحركات. لا هنا مفيش. ايه؟ هنا لا. بس برضه سي اس اس وبوت ستراب وكل الكلام ده كله. اللي هو اكواد بتستخدم للانيميشن. هي والجي كويري. لما تفتح المنيو تلاقيها فتحت كده بطريقه كويسه. دي بتاعتي هي جاهزه. هي جاهزه انت بتعدل فيها. انا اقول لك ازاي. لا ده دي جاهزه اتش تي ام ال 5 ديزاين بس. كل ده احنا هنغيره ونخليه اس بي عشان الاتش تي ام ال لو مشينا على الحيط مش هينفع نربطه بداتا بيس. مستحيل تربطه بداتا بيس. والا بقى تدخل جواه بي اتش بي بس برضه في الاخر الصفحه بتتحول دوت بي اتش بي مش دوت اتش تي ام ال.
خدت بالك؟ احنا بقى نحاول ده، فبنختار الشكل اللي يعجبنا. في شكل برضو انا جاي كان عندي في الجامعه، جبت ده بص شايف احمر في احمر ازاي، فودافون سيستم، بص شكل سيستم مش شكل موقع، ده جديد على فكره لسه منزلينه، ده ما كانش موجود قريب. شايف ده برضو ده نازل جديد برضو. في واحد يعني ده حلو ده على فكره، لا مش ده، ده حلو، لا التشارت ده كله هيتغير. حضرتك بتدوس هنا داونلود، عملت يا حاج عمرو الاي ار دي بتاعتك؟ طب ابعتها على الجروب. ما هو الباشا برضو اندرويد كان المفروض يخش سيستم، يعني كل اللي بيعمله ده انا مش عايز اصدمه. عامل سيستم على الموبايل ابلكيشن. لا انا مش عامل سيستم، انا الجزء الخاص بالاندرويد جزء صغير بقيت السيستم اللي هو لسه ما فتحش. بس انت جزء صغير موبايل بس الاغلبيه كله سيستم. عملت داونلود اهو تمام. لا نزلت واحد تاني بتاع فودافون تحته. والله اول سايت قابلني او كلر لايبراري الحاجات دي بتبقى فري. اه فري كده وكده زي بص مساحته كبير جدا. بص ده حلو برضو لسه نازل شكله ده، ده شغال. اه ويب بقى، انت ويب الكالرز دي هتغير ولا ثابت؟ ايه الكالر بتاعتي ممكن تغيرها لو عايز. يعني بص ده نازل معاه، بص ده نازل، ما شايف علامه السيتنج دي؟ علامه السيتنج دي لما تفتحها تقدر تغير الكالر. ده انا اشتغلت عليه، ده حلو جدا. ده مربوط جواها اي حاجه انا عايزها. اه ده بقى لا لا ده كانت تقسيمته حلوه معايا والوانه هاديه جدا معايا كشكل للعميل كمان، كنت عامل بيه شغل ده. وكان السيتنج دي بتغير البار دي والالوان، تقدر تغير لونها كمان، هو اللي يتحكم العميل. لا مش للدرجه دي يعني، مش شرط. لا 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 ده هو قدامك بس، او التمبلت نزل اهو قط كده، هحطه في بروجرامين 14 بيست. بص التمبلت ده، التمبلت ده شكله كده اللي فيه اكتر من تمبلت في بعض اعتقد. هو بص ده هتلاقي صفحه اندكس او اي صفحه من دول، بس هي دايما اندكس، بس التمبلت الوحيد اللي ده مش كده. بص ده، بص ده، بص بص هو ده اللي انا شغال في الجامعه دي. بص هنا في واحد تاني، هو معلش هو كل اللي نازل معاه ده كلها تمبلتس؟ لا ده هو ده اللي نازل بس، يعني نازل بيه اكتر من شكل. بص ده، بص ده التقسيمه لا التقسيمه مختلف، وده بص فيه اكتر من منيو، ده جامد ده. الحاجات دي حلوه قوي قوي. ايوه ايه بص دي ايه؟ لا عم برمجة يا ريس، لا ما تقلقش تعب مع سوسن، لا مش عم برمجة، لا لا هيبرمج يعني. ده جامد جدا. بص بس لا ما احنا اي حد، لا لا يا باشا احنا ده ده حلو ده. بص استنى، ده كان في حاجات، بص شايف دي شو نوتيفيكيشن، ولو عايزها تدعم نوتيفيكيشن ولا لا او ما تدعمش. بس طبعا الكل ده اتبرمج مش بينزل كده. النوتيفيكيشن ايه؟ بص جدا ده، دي لازم نشتغل عليها، ده دي اللي بالذات. بص تمبل التاني ده، ده انا اصلا منزله في الجامعه، فالشكل ده انا عارف ان هو هينزل اكتر من تمبل، اما الباقي لا واحد. خده خده، لا قول له خده وانت نازل من تحت. بص ده، لا ده ثابته ثابته ستاتيك، كلها كل ده احنا نغيره ده. بس الفكره
ثابته. بص لا هو كله بقى واحد. بص بص طريقه العرض شايف شايف بتتقلب ازاي هنا دي برضو كله بقى واحد، بس هو بس الاختلاف الايه الالوان بقى وطريقه العرض والكلام ده كله. ده برضو في واحد هنا، في واحد برضو ايه ده بص هو هو برضو في واحد برضو ده يعني الوان مختلفه شويه نفس التقسيمه برضو، بس هم اختلاف الالوان زي ما بقول لك. في واحد دارك قوي هو ده، عندي عيال عندي عيال مختارينه فرع عندي. انا قلت انت هيعجبك انت، عندي علم انا معترض بصراحه. انا معترض، عندي طلبه مختارينه قلت لهم يا جماعه ما ينفعش اسود مش هيقعد عليه كتير. وانا مش هينفع منه ايوه. في ناس بتحب اللون ده، يعني في ناس بتحب اللون ده خالص. بص شايف طريقه العرض، شايف دي تقسيمته عامله ازاي اللي اتشرب. اقدر اعمل لهم ايميل داخل السايت هم يقدروا يتعاملوا بيه مش ايميل، سند وريسيف داتا، رسايل بس متسجله عندك في الداتابيز مالهاش علاقه بالايميل، بس انا بسميها عندي في موقع ميل. بالظبط. ده برضو شبهه بس بص مقفوله. لا كل ده هيتغير، انا بس انا بس ببص للتمبلت من حاجتين. ببص من التمبلت من حاجات ايه، من شكل تقسيمته بس بس طريقه تقسيمته معايا هتناسبني. لا ده حلو معايا، حلو جدا معايا الانيميشن ده. انا هفتح ده من جوه فيديو ستوديو. وهنغير فيه من جوه وابدا اشتغل بقى. مرة الجاية بقى عليك خير. ما انا عشان كده بقول ايه بقى؟ بقى لا كنترول زي نزلها ده زرار، ده زرار ايه؟ اتش تي ام ال. ما ينفعش. ملوش اكشن، ملوش اون كليك. هحوله ايه اس بي واخد منه نفس الشكل. عشان كده رجاء رجاء من المرة الجاية اول باول. سامع؟ عشان انت فلت وسرحت المرات اللي فاتت فالدنيا ما سمعتش. لا انت تدرس بتاعتك معاك صح، مش ناقص في نقطه بس لغايه دلوقتي لسه ما اتكلمناش فيها. ايه هي؟ انا عندي السنه هتخلص، هبدا سنه جديده. بص انا فكرت قلت صل على النبي، يعني انت لا لازم مع كل ريكورد تسجل الير. على دلوقتي مثلا عايز اجي اول السنه، هو مدرسه يا جماعه الراجل ده. اعرف منين بقى ان السنه دي ان الريكورد ده مع السنه اللي فاتت؟ ما انا دلوقتي عايز افتح سنه جديده، مش هيظهر قدامي غير اللي يجي اوريدي يدفع الفلوس بتاع السنه الجديده، يبقى هو ده مكمل معايا. ايوه لان في حاجه اللي هي اسمها ايه اللي هو ادفانس. يبقى انت يا باشا مع كل ريكورد عندك السنه. طب ما اعملها عن طريق كونتراكت، يعني اعمل خانه الكونتراكت دي. هل الكونتراكت ده مربوط بالليله كلها؟ مربوط، هيبقى كل سنه بعمل كونتراكت اللي هو عقد السنه الجديده، عقد السنه الجديده اللي هو بيدفع او اللي هو الادفانس بيمنت بتاعه 1000 جنيه مثلا. مع مين؟ مع البيرنت. الولد الامر بيجي عند السكيلز، السكيلز مثلا عنده اربع عيال ماشي خلصوا السنه دي تمام، ونخش بقول له في عندي الري ريجستريشن. ليه يا عم علاء؟ مين اللي بيعمل كده؟ كل المدارس بتعمل كده. ممكن لا ممكن يمشي. ما انا بنتي في مدرسه عشان اقدر افتح مقاعد او اقفل اقدر اقول انا عندي متاح. لا بيكلموني تعالى ادفع مصاريف. بس كلمني كده. لا انا عشان عندي في الانترناشونال. طب ما انا انترناشونال. طب ما هو بيجي يدفع، لازم يجي يدفع. ما انا باجي ادفع. طب ما انت بيجي يدفع 1000 جنيه كل سنه؟ لا بيدفعها، يعني هي بتقول من سنه جديده يعني بتبقى من ضمن. ايوه يعني بيدفع مصاريف. لو بيدفع 1000 جنيه في الانترناشونال كانه بيعمل يعني اعاده عقد او اعاده بالظبط في الانترناشونال كده بقى. لا ما اعرفش. لا انا عندي لغات، هي لغات عاديه بس مش انترناشونال، مش امريكان يعني. لا بس هي دي بتبقى مفيده في امريكان، احنا هنسرق. مفيده في ايه؟ مش كل الداتا بتظهر لي كل سنه فقط لا غير، اللي انا فاتح لهم سنه جديده. طب ما يقدر يفلتر. ايوه ما انا عشان لا لا انا اقول لك يعني انت عندك الطالب بتسجل، هيتسجل كل سنه؟ انا مع كل سنه، مش عايز يطلع تلقائي السنه وراها لان هو ممكن يمشي. فانا لما يجي مثلا عندي 10000 مشي منهم مثلا 1000 ولا حاجه هيبقى ما هو لما يمشي تحط حالته نوت اكتف وخلاص. لا ده عايز اراغي دي المره الجايه.
عشان الحته دي بنت. هو انا طب انت مش اللي بينجح ده، انا اقول لك انا كنت شغال بيك الكلام، مش اللي بينجح ده اوتوماتيك الاثنين السنه الجايه ليه يا برنس؟ هو اوتوماتيك بيبقى الظاهر عندي في ناجح خلاص. يجي بقى السنه اللي بعديها بيجي مع اول، ممكن مثلا لحد اول الدراسه عام مفتوح لحد اول الدراسه لازم يجي يدفع، اول ما يدفع المصاريف ابدا اسجله عندي. ما جاش دفع المصاريف ده ما عندكش كورس عندي، هو لازم يدفع، لازم يدفع مصاريف الاول. دفع المصاريف اسمه يظهر في قوام الفصل ويحضر، ما دفعش هيجي يدخل الفصل ملوش مكان فصل. لا يبقى لازم زي ما انت بتقول فعلا، فهي لازم يتعمل تقريبا اللي هي الكونتراكت ده. ايوه اللي هي بتعمل كل سنه لازم، وتربطها بالطالب. مربوطه ايوه بالطالب مش بالبيرنت، بالطالب بالظبط. ما هو البيرنت كله بيصبر بالظبط. مطلوب من حضراتكم الداتابيست تيم واختيار التمبت اللي يناسب شغل حضرتك اول باول بقى. طب انا النظام بتاعتي هخليه زي ما هي. التمبت بتاعي انا هتفق على التمبت بتاعي انا. عجبني الازرق اللي ليه منيوهات من فوق. لا انتوا هتعملوا بقى شغل الداتابيس بتاع ايه؟ قطع الغيار البيع. بس انا اللي هعمل الفاتوره عشان اعمل الحجز والصيانه عليا انا دي. حلو. وانت هتعمل جزء مين؟ المخازن والبيع. بس جزء الفواتير دي اصعب واحده، دي انا هشرحها معاكم منها. مش انا كنا عاملين ليه مختارين شغلكم؟ عشان في حجز وبيع صح؟ اما باقي الشاشات عاديه، موردين شاشه عاديه، عملاء شاشه عاديه، قطعه الغيار شاشه عاديه، سبعه غيارات شاشه عاديه، اما اللي فيها حركات وبتاثر على المخازن فواتير البيع وفواتير الشراء صح؟ والصيانه بتاثر. ماشي، ما هو ده عندي انا، انا بتكلم ان انا هاخده منكم. لا لا ليه؟ لا هي مش هي، هو بس النقطة الأولى ازاي اشتغل حتة لوحديها؟ هربطها، هربط ببعض. هيكون في حاجة مشتركة ما بيننا. هيكون في جدول مشترك ما بيننا. جدول مشترك؟ اه أكيد. جدول. الموظف، السبير بارتس. تمام؟ هي دي. أنا بالنسبة لي هتبقى الفاتورة هي الكونتراكت. بس أنت يا بختك أنت عندك حاجة واحدة. أما يعني أنت عندك هم عندهم فاتورة ممكن يطلع فيها أكتر من كتب غيار. عندي في الفاتورة اصلا هيطلع فيها الترانسبورتيشن، هيطلع فيها يونيفورم اكسترا. بس كل واحده لوحدي عادي، وانا وظيفهم لازم يجي في حساب واحد لان البيمنت هيبقى على التوتال. اه عايز اعمل فاتوره مجمعه لكل الاولاد. ايوه فاهمك صح. لكل اب بولاده، والاب اه وهتبقى كل طالب لوحده، والاب مع الاولاد كلهم. ده ريبورت بقى في الاخر. ايوه نفس العكه.